ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة نجاح مصر في استضافة قمة المناخ COP27، وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر لطالما كانت المنقذة في مراحل التاريخ الفارقة، حيث رفعت لواء العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة ظاهرة تغير المناخ. أضافت الدولة المصرية خلال الأيام الماضية إنجازاً استثنائياً مضاءً بحروف من نور بنجاحها المبهر في تنظيم أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ، تلك القمة التي تعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً لتثبت مصر من خلالها لتلك القمة أنها جديرة بكل شيء عظيم، وأن مصر التي لطالما كانت المنقذ في مراحل التاريخ الفارقة قد لبت نداء الإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يهدد الحاضر والمستقبل معا. فرفعت مصر خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، متخذة شعارا للقمة وهو قمة التنفيذ من أجل وضع حد لتلك المأساة الإنسانية المروعة. ولعل ذلك النجاح المشهود له من القاسي والداني في تنظيم تلك القمة جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.